يا رب ان شاء الرحمن. بطوله غاليه جدا جدا على كل الاهلاويه ومعتاده في الالفيه الثالثه، بدايه من 2001 و2005 و2008 و2000 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وكونفدراليه وسطهم في 2014 ان شاء الله الرحمن، يبقى 2018 باذن الله خير على كل اهلاوي باذن الله تعالى. عشان كده القائمه اللي هتضم الاثنين سواء كان في الترجي او في الاهلي، ده مصطحب 23 لاعب وده حوالي 22 لاعب نقولهم مع بعض، ولنا وقفات طبعا من خلال عرضنا على الشاشه زي امبارح كده، هنستكمل الكرات الثابته والوقفات الدفاعيه والهجوميه الخاصه بفرقه الترجي ومكمن الخطوره هنا وهنا ومفاتيح اللعب هنا وهنا. لكن كمان سؤالنا على السوشيال ميديا وعلى صفحتنا على الفيسبوك، صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي، مين اللي ممكن يتالق من وجهه نظركم؟ مين اللي يبقى ليه يد عليا في اللقاء باذن الله؟ وخلي بالكم بس في حاجه في المباريات الكبيره اللي زي كده، خد المعنى ده وافهمه كويس قوي. في لاعب ممكن يكون الاخطر بالنسبه لك، لكن في لاعب الاهم، مش فزوره هي، في لاعب ممكن يبقى يعمل الخطوره ليك لصالحك، لكن لاعب في الملعب ممكن يبقى هو الاهم عند المدرب، يعني له واجبات مش مساله دفاعيه وبس، لا ربط ما بين الفرقه، يعني وقف هجمات، انقضاض وضغط، التحامات واشتراكات، استخلاص للكوره، حفاظ على الكوره، ده لاعب مهم قوي. الخطوره ممكن يبقى فيه لاعب، ممكن يبقى في لاعب مثلا بيلعب مع فرقه وكلها وحشين لكن هو عامل خطوره بشكل كويس قوي، فده يبقى خطر، خطر على الفرقه حتى لو كانت يعني الفرقه اللي بتلعب قدامه متقدمه، لكن خطر عليهم. لكن انا بتكلم على الاهم، من وجهه نظركم مين اللاعب اللي ممكن يتالق في مباراه الاهلي والترجي؟ وهي طبعا بالتاكيد هي كل او تاكل كل المباريات او كل البطولات، وده نهائي افريقيا، فبالتالي هي المباراه هي الاهم في الموسم الحالي موسم 2018. طيب الاهلي كارتيرون عنده اهداف شخصيه، كارتيرون نفسه كمان عنده اهداف شخصيه، يعني وانت بتشتغل كده بتحقق بعض النجاحات، الاهم النجاح الجماعي، لكن كمان انت ممكن تحقق حاجات شخصيه تتحسب لك. يعني كارتيرون عنده كمان هدف شخصي، لو نجح ان هو ياخد البطوله دي ان شاء الله الرحمن ربنا يكتبها له باذن الله، هيبقى المدرب الخامس عبر التاريخ الافريقي اللي حقق البطوله مرتين، كان حققها بطل مازيمبي، يعني هبقى اجيب لكم الاسماء بعد شويه، موسم 67 موسم 68 و69 او اسف 67 و68، لان الاسماعيلي اللي خد 69 وكان مدرب شبيبه القبائل، هقول لكم بالاسماء، لكن ده هيبقى الخامس. كارتيرون لو خد البطوله دي مره ثانيه هيبقى الخامس. طبعا طبعا جوزيف في منطقه ثانيه خالص، جوزيف حقق البطوله اربع مرات 2001 و2005 و2006 و2008، ده جوزيف، فما حدش يقارن نفسه بجوزيف خالص في الحته دي في المنطقه الافريقيه، يعني لانه واخد أربعة أفريقيا وأربعة سوبر، السوبر 2002 وسوبر 2006 وسوبر 2007 وسوبر 2009، فبالتالي جوزيف منطقة تانية خالص. لكن كارتيرون ممكن يخش في معمعة المدربين اللي حققوا البطولة مرتين. ليه حققها مرتين؟ لأنه حققها مع مازيمبي، فلو حققها مع الأهلي يبقى دي مرة تانية بالنسبة له. على الجانب الآخر معين الشعباني ده هيبقى التونسي رقم ثلاثة لو حقق البطولة ديت بعد فوز البنزرتي اللي حققها مع فرقه النجم الساحلي، او نبيل معلول اللي حققها مع الترجي موسم 2011. طب اقول لكم القوائم وبعد كده نخش في حاجات مهمه جدا في الحسابات قبل المباراه النهائيه. قائمه الاهلي ضمت شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، خط